السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله. عواشركم مبروكة والله يدخل عليكم هاد الشهور بالصحة والسلامة باش تمنيتوا يا ربي. اليوم غنشارك معكم بقلاوة بنكهة مغربية كتجي لذيذة بزاف والمكونات صحيين، فابقوا معايا إن شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. هنا بالنسبة للمكونات عندي هنايا كمية ديال الجنجلان اللي محمر، عندي المسكة الحرة، كاوكاو البلدي انا تعمدت نخليه بالقشره ديالو، نص نقيته ونص خليته بالقشره ديالو. كيجي لذيذ الكاوكاو البلدي، كيجي لذيذ في المذاق ديالو واخا بالقشره. عندي هنا واحد الكميه ديال الزبيب، ما زهر والقرفه. كما قلت لكم هنايا المكونات كلها غادي نعطي هذاك الطابع النكهه المغربيه اللي كنعرفوها كاملين. صافي هنا غادي ندوز باش نطحن هاد المكونات هادو. كنطحن الجنجلان حتى كنيلو مزيان، وبالنسبة للكاوكاو غادي نخليه شوية مهرمش. هنا جنجلان حمرته وخليته هكاك شوية دافي باش تكون ديك النكهة ديالو حاضرة. صافي انا كما قلت لكم الكاوكاو كنهرمشو غير شوية، الزبيب كذلك كنديرلو واحد الضربات هكذا بالموس ديال الطحانة باش يطرى شوية ما كيبقاش قاسح. هنا درت المسكة الحرة، معلقة ديال السكر سنيدة، والقرفة طحنتهم كاملين مجموعين. صافي غادي نجمع هاد الخليط هذا شويه هكذا بالمعلقه حتى كيتجانسو. كنضيف قطرات ديال الزهر غير شويه ماشي بزاف باش ما كيتفزكش داك الكاوكاو كيبقى مندي. وكنضيف هنايا الزبده اللي ذوبتها من قبل، كنحاول نجمع هاد الخليط هكذا بيديا شويه. هنا ورقه الفيلو اللي سبق لي ودرت بيها بزاف ديال الوصفات اللي عندي في القناه. نتمنى ترجعوا للقناة اللي بغى يشوف الوصفات اللي درت بوقت الفيلو، صراحة كتسهل علينا بزاف وزوينة لا في المذاق ديالها سواء بالملح او لا بالحلو. هنايا كنفرشها وكندير جوج ورقات هما اللي كنجمعهم مع بعضياتهم بعد ما درت الخلطة اللي عندي ديال كاوكاو وجنجلان. كنخلط هذا الخليط، عفوا كنجمع هكذا كنرولي داك الورقة الفيلو، وما تبقى كندير له غير الزبده هكذا دايبه. انا عندي صينيه اللي دهناها بالزبده، كندير فيها هاد القطيب بحال هكا، كنحاول بحال كنكمشو هكذا شويه باش كيعطي واحد المنظر زوين. صافي وكنبقى هكذا. يا ليلى وصلت على نبي، بعد ما كملت وروليت هذوك الكميه كامله ديال الورق اللي عندي كنقطعها هكذا. نحاول نديرهم هكا قياس اللي قد قد، وكنحيد دوك الجوانب كنحاول نقطعهم حتى هما دابا باش مين يطيبو ما كيبقاوش لاصقين، كيكونوا خاويين ما وصلهمش الحشوه بزاف. كنقطعهم باش هكذا كيجيونا الطريفات اللي باينين ونقيين في الحطه ديالهم من كنبغيو هكذا نقدموهم. صافي وكندهن بالزبده اللي مذوبه وكندخلهم للفران. انا هنا شغلت المروحه وخليتهم كيطيبوا على خاطرهم حتى كتقرمل ديك الورقه وكطيب من التحت ومن الفوق مزيان. وصافي وبقاو معايا ان شاء الله حتى النهايه ديال الفيديو. عفوا. هنا الطريقه ديال الطهي ديالها، هنا عندي الفران ديال المروحه، شغلت لها النار من الفوق والتحت والمروحه وخليتها تطابت على خاطرها على نار مهيله. صافي ها هي واجده معنا، تاخدات هذا اللون موحد دوغي كتجي زوينه بزاف، غجربوها. صافي بما ان الحلوه ديالي درت لها نكهه مغربيه فغادي نسقيها بالعسل اللي شاركته معكم في القناه. معروفه ورقه الفيلو او لا لاباط فيلو،
الحلويات ديالها كنبغيو كتبغي يعني انها تسقى بالشربات او لا بالسيرو، فهنايا انا غنسقيها غير بالعسل اللي شاركته معاكم، كتجي تقيله كندير غير خويطه ديال العسل صافي. فهنا دي نسقيها بالعسل كما كتشوفوا من بعد ما خرجتها سخونه مباشره. يا ليلى وصلت على نجي. فهنا كنضرب لكم موعد ان شاء الله مع فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.